الآن نعود مرة أخرى إلى الرباط للحديث عن تقرير البرلماني المتعلق بالهجرة غير النظامية. ينضم الآن إلينا كريم بوخصاص الصحفي المختص في شؤون الهجرة. أهلا بك سيد بوخصاص. يعني كنت نناقش ربما أكثر هذه الأرقام التي كشفها هذا التقرير البرلماني، والتي يعني تتحدث عن فعالية الخطة الجديدة التي أقرتها الحكومة في وقت سابق بزيادة عدد الجنود المسؤولين عن حماية الحدود. تفضل. أهلا وسهلا. في البداية دعني أشير أني لم أكن أسمع يعني الصوت الذي ورد في تقريركم، لكن بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد أن هناك جزئية ينبغي أن نشير إليها وهي غاية في الأهمية، وأن المغرب بلد منشأ واستقبال وعبور للمهاجرين غير النظاميين. وهنا يحيل الأمر على مسألتين اثنتين، أولهما الكلفة الباهظة لحماية المغرب لأمن سواحله سواء المتوسطية أو الأطلسية، كون المغرب يطل على واجهتين بحريتين على طول أزيد من 3600 كيلومتر. المسألة الثانية وهي أن دينامية الهجرة غير النظامية لم تتوقف في المغرب أبدا، الأرقام تثبت ذلك، حيث أن المغرب تمكن من تفكيك أزيد من 2000 شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين خلال ال10 سنوات الماضية، ضمنهم 256 شبكة خلال السنة الماضية، إضافة إلى إحباط أزيد من نصف مليون محاولة للهجرة غير النظامية على امتداد 10 سنوات، ضمنها أيضا أزيد من 63 ألف محاولة سنة 2021. هذه الدينامية تطرح تحديات عديدة على المغرب، وبالنسبة إليه فهو يعتبر ويؤكد أكثر من مرة أنه ليس دركيا لأوروبا، وأن هذه مسؤولية يتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يهتم بهذا الموضوع، وأن تكون المسؤولية متقاسمة وفيها يعني ضوابط محددة. هذا ما ينادي به المغرب باعتبار أن هذه معضلة رئيسية وتحتاج إلى يعني تكلفة باهظة وأيضا إلى جهود جبارة من أجل يعني إدارة تدفق المهاجرين فوق التراب المغربي، والذين سواء الذين يأتون من دول جنوب المتوسط والذين ينتقلون في ظروف يعني أو في طريق دعنا نسميه طريق جحيم. تقريبا بعض المهاجرين يمرون على أزيد من 20 بلدا قبل الوصول إلى المغرب، إضافة إلى المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الإقليم التي تعرف توترا وحروبا، وخاصة يعني في السودان أو اليمن أو سوريا يعني وغيرها من البلدان هذا العربية. هذا التقرير يشير إلى إلقاء القبض على مهاجرين غير نظاميين، وأيضا يشير إلى شبكات التهريب التجار بالبشر. يعني لأي درجة يمتلك المغرب القدرة الأمنية والتكنولوجية أيضا للتصدي لهذه المشكلة التي يبدو أنها تتفاقم أكثر فأكثر يوما بعد يوم، باعتباره أحد يعني بلدان العبور كما ذكرت؟ صحيح، هذا تحدي مطروح على المغرب، لكن الأرقام التي تتحدث عن عدد الشبكات التي يجري يعني تفكيكها أو محاولات الهجرة التي يتم إحباطها أو إجهاضها يدل على أن هناك عملا كبيرا تقوم به السلطات الأمنية على طول السواحل المغربية، وأيضا في يعني نقط التقاء مع مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين. هذا عمل كبير يقام أو يتم يعني القيام به، هذا دليل على أن هناك مجهود جبار يجري يعني تفعيله، لكن أعتقد أن استمرار هذا التدفق الكبير لأعداد من المهاجرين غير النظاميين يطرح تحدي حقيقي على المغرب، عليه أن يبحث عن طرق يعني لأجل يعني تأمين حدوده وأيضا حتى يعني ضمان تدفق يعني سليم هؤلاء المهاجرين. المسألة لا تتعلق فقط بيعني حماية الحدود، ولكن حتى الأمن الداخلي الذي يفرضه هؤلاء المهاجرين خلال نعم. تنقلهم فوق التراب المغربي. ليس هناك إحصاءات دقيقة حول عددهم، ولكنهم هم بعشرات الآلاف ومنتشرون يعني في عدد من المدن المغربية، شكرا تقريبا لك. أزيد من 20 مدينة يتواجد فيها هؤلاء المهاجرون.
شكرا جزيلا لك كريم بوخصاص، الصحفي المختص في شؤون الهجرة، حدثنا من الرباط.